أكبر الله أكبر. أي أن تجعل الدنيا في مقام له أهمية كبيرة. قال ويريد الذي وربه يقول إني قريب. إذن أذكر أيها الإخوة أن حراسة الجوارح وأن تكون معتدلا وأن تكون متقيا ورعا زاهدا. مجتمعنا المسلم أثر ومنهم من بالغ في توهينه ولم يوثق، ولكنه حينما جمع بهم في العلم والعمل والقدوة أحيانا ستكتشف أن الخلاف بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زال الحديث أخواننا متواصل مع التدريبات والتطبيقات في دراسة العملية على دراسة الأسانيد. قد مضى معنا ثلاثة أحاديث يعني تكلمنا عليها وعلى رجال الإسناد. كما قلت لكم وأعيد وأكرر أن هذه التطبيقات يعني في تدور في الغالب في دائرة الشرط الأول والثاني من شروط الحديث الصحيح. طبعا إذا حكمنا على الحديث لا بد أن ننظر في الشروط كلها، لكن التركيز الآن على الشرطين الأول والثاني وهما العدالة والضبط. هذه التدريبات والتطبيقات لها أثر كبير جدا يا أخوان، في لها أثر في يعني تنمية الملكة، لها أثر في أن الشخص بنيته العلمية. فيعني كما ذكر بعض الإخوة لا يقتصر الشخص على ما يكون هنا، لا يعني يحاول هو بنفسه أن يطبق، يعني إذا وجد فراغا مثلا يأخذ له كتاب من كتب الحديث المسندة، إن شاء موطأ مالك لأن أسانيده قصيرة مثلا، الموطأ أسانيده قصيرة أسانيده سهلة، وغالب رواة مالك ثقات، فتبدأ بالموطأ. يعني غالبا ما يكون بين مالك وبين الصحابي يعني شخص أو شخصين مثلا، تبدأ بالموطأ وتتمرن على ماذا؟ على قضية دراسة الإسناد، وكما فعلنا هنا يا إخوان احرص أنك أنت تمرن نفسك وتحكم، ثم تنظر في موافقة حكمك مثلا لأحكام النقاد وأحكام الحفاظ، خاصة حكم الحافظ الذهبي وحكم الحافظ ابن حجر، فحتى تتم الفائدة وحتى تكمل الفائدة لا تقتصر على ما نأخذه هنا. لا، كما تعلمون الدرس يعني ينتابه ما ينتابه، يحصل تقطع، يحصل انقطاع لأجل الامتحانات، يحصل كذا، فلأجل أن تتم الفائدة يعني لابد أن يكون هنالك أمر موازي لما في الدرس. اقترح بعض الإخوة واجبات، فالأمر إليكم، كنتم ترون أن يكون هنالك واجبات يعني تطبيقات، قصدي نعطيكم أسانيد حديث حديثين مثلا، ثم هذان الحديثان يعني تنظر في رجال الإسناد وتدرسها من خلال المعلومات التي عندك، ثم يكون هنالك تدارس لهذه الأحاديث في اللقاء الذي يلي هذا التطبيق وهذا الواجب. ما ترون؟ من يعترض عليه؟ الواجبات يعني الأصل فيها يعني التراجم رجال السنة،
لكن لا بأس، لا بأس أنك يعني تحكم عن الحديث، عود نفسك على الحكم الحديث. إخواننا المسألة يعني أحكي لكم عن تجربة، الحكم عن الحديث له هيبة، فأنت في البداية ستجد هيبة، تقول كيف أحكم، ما أقدر أحكم، تجد الأدوات كلها موجودة، قصدي الأهلية والمعرفة، لكن النتيجة النهائية تجدك تجهل ولا تجرؤ. هذا شيء طيب، لكن إلى متى؟ أنت الآن في مقام تدريب، في مقام تعليم، لست في مقام إيش؟ في مقام تعلم الناس أو الناس يصدرون عنك. لو كنت في هذا المقام نقول لا حسبك، لكن أنت في مقام تأهيل لنفسك، والتأهيل هذا لا يكون إلا بهذا الأمر. وأنا دائما أقول للإخوة، يعني دائما نرى كثير من المتعلمين يجدون هيبة في التعامل مع الأحاديث والرجال، هذه الهيبة لا توجد أبدا في التعامل مع المسائل الفقهية. واضح؟ تجدك يعني عندما تنظر في رجال الإسناد وتكون عندك يعني المعلومات شبه متكاملة، تقول ما أستطيع أحكم. طيب أحكم، حتى وإن أخطأت الأمر سهل. لا، لكن تجد هذا الباحث مثلا تجده في الفقه، عليكم السلام، يرجح في مسائل الفقه، هو يعني مثلا أضرب دائما مسألة تجده يقول مثلا والراجح أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، عادي عنده ولا يجد حرج، مع أنه إيش؟ خالف الأئمة الثلاثة، خالف مالكا والشافعي وأبا حنيفة، كلهم يقولون على خلاف ذلك. فهذه الهيبة يعني لا هي أمر مطلوب، لكن لا بد أن يكون لها حدود، يعني حدودها أنك ما دمت في مقام التعليم والتدريب لا بأس، لا بأس أن تتكلم وتخطئ، لكن لست في مقام كما قلت يصدر عنك حتى تقول كيف أتكلم. وثم يا أخوان غالب الأحكام التي تصدر من الباحثين في الغالب كما سترون الآن وكما معكم في الأوراق، ماذا تلاحظون في الحكم الحديث؟ لا، عندما نحكم هل الحكم الحديث الذي يوجد فيه كلام الباحث فقط؟ تجد الباحث يقول إسناده ضعيف، ثم إيش؟ قال أحمد، قال البخاري، قال ينقل حين خمسة ستة من أقوال النقاد في تضعيفه. يعني معك ناس، أنت لست وحدك، لست وحدك في الحكم الحديث، لكن هي مسألة كما قلت التهيب، وهذا أمر مطلوب مهم جدا جدا يا إخوان. دائما في الحكم الحديث احرص قدر المستطاع، يعني مثلا في التخريج نقول لا تتوسع، لا تتوسع في التخريج، يعني يكفي أن تخرج الحديث من ثلاث مواطن، أربعة، خمسة، إلا إذا كان الزيادة فيها فائدة. أما عند الحكم على الحديث فاحرص أنك لا تترك أي نقل في الحكم الحديث، احشد جميع النقول التي تقف عليها، أصلا النقول التي تقف عليها قليلة وعزيزة، في الكاد تجد نقل. فإذا حكمت على الحديث لا تقول، بعض الباحثين تراه تجده يحكم ثم يسكت، لا، خطأ، انقل جميع ما تقف عليه من الأحكام باختصار طبعا، لأنك إذا نقلت الأحكام أنت تخرج من العقدة، تقول هذا حكم وهذا أحكام النقاد، لكن لا تحكم وحدك، ولا كما تفعل كما قلت في المسائل الفقهية افعل هنا، كما أنك إذا رجحت في مسألة فقهية تقول إيش؟ وهذا هو الراجح، وهو اختيار فلان وفلان وفلان وفلان، تذكر أربعة وخمسة، كذلك في الحديث كذلك الأمر، فإن شاء الله تيسر إن شاء الله الكلام الأسبوع القادم، لعلي أحضر بعض الأمور وبعض الواجبات في البيت، يعني حتى تكون الأمر سهل جدا، يعني هي المسألة مسألة اختيارية، من أراد
أراد أن يتدرب أن يزيد في هذه المعلومات فإنه يعني يتدرب على هذه الأحاديث التي هي عبارة عن الواجب، بعد ذلك نذاكرها في البداية ثم نأتي للأحاديث التي هي محل البحث ومحل الدراسة. نحن الآن سنأخذ حديثين سيتم بذلك 5 أحاديث ولعلنا نواصل إن شاء الله، لكن ستلاحظ الفرق. يعني انظر لنفسك في أول حديث وانظر لنفسك في الحديث رقم 20 و30، ستجد فرقا كبيرا، والتدريب له أثر، له أثر كبير جدا. أنا كان بودي طريقة ثانية لكن لعلها أن تيسرت يكون معنا الشاملة، جربناها مع بعض الإخوة أن نمارس ممارسة عملية، لا آتي بالمعلومة مكتوبة، لا، يعني يكون معنا الشاملة ونقتصر على حديث واحد ثم نطبق على الشاملة، نطبق البحث ونطبق صياغة الترجمة، يعني البحث عن الحديث وتخريجه كيفية تخريجه، ثم نطبق صياغة الترجمة، ثم نطبق بعد ذلك يعني الحكم الحديث. ولا بأس أن يتولى أحدكم إن كان يعني أمر سهل، إن كان تعامله مع الشاملة يعني يعرف الشاملة يعرف لا بأس أن يكون في هذا المكان ونحن نتذاكر سويا في ذلك. طبقت مع بعض الإخوة فكان في فائدة كبيرة جدا، يعني الفائدة التي تأخذها من تمرين واحد قد تعادل يمكن 6 أو 7 تمارين بهذه الصورة التي أمامك. يكون الإسناد أمامنا، نخرج تخريج عملي، نكتب التخريج أمامكم، نأتي للتراجم، نترجم، تصاغ الترجمة أمام الجميع، ثم يأتي الحكم الحديث، نبحث في الحكم الحديث عن أقوال النقاد ونحكم، يعني دراسة عملية، دراسة عملية، وأظن هذه تكون أكثر فائدة إن شاء الله تعالى. تيسر نبتدأ بها من الأسبوع القادم، وستلاحظون إن شاء الله ستلاحظون الفرق الكبير بين هذه الطريقة، وإن كانت هذه فيها فائدة ونفع، وبين الطريقة الأخرى التي تمارس عمليا، قضية التراجم والحكم الحديث. أنا لا بأس عندي أن من يتولى هذا الأمر، يعني كل مجلس يأتي شخص يأتي هنا نعطيه، يأتي بجهازه، بس الجهاز يكون محمل عليه الشاملة زين، ثم نأخذ الحديث ونبحث. أول شيء نبحث في التخريج، نخرج الحديث تخريج مختصر، ثم نبحث في المجال. العمل سيكون هنا. طيب ما في بأس. كيف؟ لا سيكون الجهاز معه، يعني هذا يأتي بجهازه ثم إذا انتهى يأتي الآخر بجهازه. طيب لا، هو على شاشة واحدة، كيف؟ لابد سنتعامل مع شاشة واحدة. فنبدأ بالتخريج، قصدي في نفس المجلس يأتي طالب آخر ويترجم لرجال الإسناد مثلا، وآخر في لا جربناها واحد، الأمر سهل. أنا قصدي نبتدأ يعني كيف مثل حرف أتخن، فرق بين، لكن الشاملة أوسع، لا مقارنة بين الشاملة وحرف، يعني حرف هي في الإتقان يعني لا تساوي، يعني لا يساوي بها شيء، يعني لكنها مقصورة على يعني على الكتب الستة أو بعض الكتب. ومقصودنا من الشاملة يا إخوان، أنت الشاملة أداة فقط، أداة وبحث، العمل كله على الباحث، الشاملة أداة بحث توصلك إلى المعلومة فقط، وإلى
وإلا يا إخوان يعني كون الباحث يعرف يتعامل مع الشاملة أو يتعامل، هذا ليس معناه أن الشخص خلاص عرف، لا، هذا عنده فقط 5% أو 10%، لكن كيف تتعامل مع المعلومات التي تظهر لك، كيف تصوغها، كيف تعالج هذه المعلومات، هنا يظهر أثر طالب العلم. فالشاملة عبارة عن أداة، يعني أنا أشبه إخوان كما يقولون الطبيب إذا جاء يجي عملية يكون معها أدوات الطبيب، هذه الأدوات هي كاسمها أدوات، لكن العمل كله يعني 95% على هذا الطبيب الذي يعمل. لكن حتى لو كان هنالك جهاز يعني متقدم مع الطبيب لفحص المريض ولعمل عملية، الجهاز لا أثر له إذا كان الطبيب ضعيف مثلا أو لا معرفة عنده. فالأساس كله هو الشخص. ولذلك إخوان بعض الباحثين يظن مثلا أنه كونه يخرج من مصادر غريبة وكثيرة جدا، يعني في مثال سابق كنت ناقشت رسالة، فالباحث يعني يفتح الشاملة فيخرج، فتأتي عنده يمكن 30 مصدر بضغطة زر، المعلومات الآن كثيرة جدا، ولكنه عند صياغة المعلومات ونقلها كتابة تبين أن الرجل لا يعرف شيئا، وهو يظن أنه إذا خرج الحديث من 20 مصدر أن هذا سيبهر المطالع والقارئ، ويقول كيف وقفت على هذه المصادر، لكنه أبان عن جهله. يعني مثلا أنا ناقشت هذه الرسالة، مثلا ينقل من الموطأ فيضع ثم يضع أمامه قال مالك، لأنه لا بد أن يسوق، فإذا الإسناد في الشاملة يحيى بن يحيى عن مالك، فإذا هو يقول قال مالك حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك، وكذلك ينقل من المسند، وإذا في المسند نفس الطريقة. فكما قلت لكم يعني هذه البرامج إنما هي أدوات يعني تسهل لك الطريق، تختصر عليك البحث، لكن العمل كله والأساس على البحث. لعلنا إن شاء الله نتيسر وفعلنا هذا، طبقناه في الأسبوع القادم، سترون الأثر والفرق بين الطريقتين. نعم. لا ستكون معنا الكتب، لكن نحن الآن المعلومات الحمد لله أنتم الآن تعرفون الوصول للمعلومة، أظن أن الجميع يعرف كيفية الوصول للمعلومة. يعني لو أعطيتك رجل الآن، هل تعرف الوصول إليه الآن في هذه الكتب التي تعرف ولا ما تعرف؟ التخريج وطلب التخريج من الشامل تستطيع الوصول للمعلومة. فالجميع بحمد الله وفضله يعني وصل إلى مرحلة معرفة الوصول للمعلومة أو قدرة على الوصول للمعلومة، لكن صياغة المعلومة، كيفية معالجة هذه المعلومة، كيفية الخروج بحكم في ترجمة هذا الرقم. وإلا لو كنا في البداية قلت لكم لا، ما تنفع هذه الطريقة التي سأفعلها لا تنفع مع أناس ما زالوا في البداية، لا تنفع إلا مع أناس قد أخذوا شوطا في التعامل مع التقريب، التعامل مع التهذيب، في كيفية التمييز بين الرواة المتشابهين. أحسنت إخوان، أختصر الكلام. في مادة التخريج جرت العادة أن يدرس الطالب 5 طرق من طرق التخريج. 5 طرق، يعني ما المراد بطرق التخريج؟ الطرق التي تسهل عليك الوقوف على الحديث في المصدر،
الطرق التي تسهل عليك الوقوف على الحديث في المصدر. ويجلس الطالب في المرحلة الجامعية سنة كاملة في دراسة هذه الطرق الخمسة. الشيء الذي غفل عنه في تأسيس هذه المواد أو غفل عنه أن الطالب وصل إلى هذه المرحلة وعرف يتعامل مع هذه الكتب، عرف يتعامل مع هذه الطرق وعرف الوصول، لكن وقفنا عند إيش؟ عند الوصول للكتاب فقط. واضح؟ نطلب من الطالب هذا الذي جلس سنة كاملة قلنا له اكتب التخريج، ما يعرف يكتب التخريج. واضح؟ إذن ليست العبرة في طرق التخريج، كيفية الوصول للمصدر. ثم هذه الطرق، تنبه يا أخوان على أمر مهم جدا، هذه الطرق كانت موجودة قبل 30 وبعضها قبل 40 و50 سنة، قبل أن تأتي هذه الأجهزة وهذه البرامج. أنا أشبهها يا أخوان بماذا؟ يعني شخص أو الناس الذين يذهبون إلى مكة مثلا على الجمال قبل 70-80 سنة، اختلفت الطرق التي توصلك إلى مكة، هل تقول لا أنا أريد أن أذهب على الجمال حتى أعرف الطريق؟ هي وسيلة، وسيلة توصلك إلى هذا المكان، فأنت وجدت وسيلة إيش؟ أسرع وأفضل، هل تقول لا سأبقى على الوسيلة القديمة؟ هذه الوسائل عندما وجدت الخمس يا إخوان تنبهوا، عندما وجدت لم تكن هذه موجودة، هذه الوسائل الطرق موجودة قبل، يعني استحدثها العلماء المعاصرون يعني قبل أكثر من 30 سنة. يعني الشيخ أحمد شاكر في مقدمة كتاب مفتاح كنوز السنة قبل 70 سنة تكلم عن مفتاح كنوز السنة، تعرفون الكتاب هذا، يعني كتاب مختصر في التخريج عن طريق موضوع الحديث، ويخرج من 9 كتب أو أكثر. يقول أحمد شاكر، يقول لو وجد هذا الكتاب عندي في أول أمري لاختصر علي ربع أو نصف عمري في البحث. هذا الكتاب الذي يتكلم عنه الشيخ أحمد شاكر لا يأتي شيء أمام هذه البرامج التي اختصرت كثيرا، ما يأتي شيء أبدا. فأنا قصدي مدامك أنت تعلم الطالب كيفية، يعني ما الفائدة أن الطالب مثلا ما الفائدة أننا نطيل في دراسة مثلا المعجم المفارس لألفاظ الحديث، واجي أخبر الطالب بمنهج هذا الكتاب وكيفية التخريج منه ويتعب ونجلس مدة طويلة كلها. أنا أريد أن يصل الطالب إلى الكتب الستة من خلال المعجم فحسب. طيب أنت تستطيع الوصول للكتب الستة بطريقة أخرى أسهل وأسرع، واضح؟ فما الفائدة؟ لا فائدة يعني تجنى منها، ولذلك حصل الغفلة عن ماذا؟ عن أن يتدرب الطلاب والباحثون على ماذا؟ على كيفية صياغة الطرق وترتيب الطرق ومعرفة الطرق. هذه لا توجد في مناهج التخريج، لا توجد. فيخرج الطالب وهو يعرف الوصول للمصادر للكتب الستة من خلال هذه الطرق الخمس. طيب أنا أستطيع معك في ساعة واحدة أن أوصلك إلى مو إلى الكتب الستة أو التسعة، أوصلك إلى 10، إلى 50، إلى 60 مصدر من كتب السنة من خلال الشأن. لكن الشأن كل الشأن عندما تقف على المعلومة في الشاملة، كيف تكتبها، كيف تتعامل معها، كيف تعالجها. وهذا هذه العثرة التي تكون كبيرة عند كثير من الباحثين. فطرق التخريج الخمسة وسيلة وليست غاية، طرق التخريج الخمسة هذه وسيلة وليست غاية، بمعنى إذا وجدنا وسيلة أخرى أفضل منها خلاص ننتقل لها ونتركها. فلعلنا إن شاء الله نتيسر الأسبوع القادم
لا بأس تحضرون الأجهزة وتكون الشاملة معكم. طبعا سيكون معنا جهاز واحد هنا هو الذي سنطلب منها أن نبدأ في التخريج ونبدأ في هذا العمل ونبدأ في قضية صياغة الترجمة عمليا، والإخوة الباقين تكون معهم الأجهزة. شاملة موجودة في سيدي وموجودة أظنها على لا شو اسمه مركز الروضة يحملها لك، موجودة عندهم. لا بس النسخة الموجودة على الإنترنت ليست مثل النسخة الموجودة على السيدي. النسخة الموجودة على السيدي أتقن وأفضل بكثير في التعامل في البحث. لا أبدا، أنا معك نفس المصادر لكن طريقة البحث تختلف. أنا جربت هذه وهذه وسألت أحد المختصين قال أنت تريد الشاملة التي على السيدي تريدها هي التي على النت؟ لا، والذي تعامل مع الشاملة التي على السيدي نفس المعلومات لكن هنا تستطيع تحدد كتاب واحد وتبحث فيه، هناك لا، التي على النت لا تستطيع أن تحدد كتابا واحدا. أي تحميل هذا أنت تأخذها من مثل من مركز الروضة وكذا. أيوة. لكن أنت تتعامل على النت لأن أحيانا إخوان نحتاج أن إيش نخرج من مصدر واحد أو نبحث في مصدر واحد. الشاملة التي على النت لا تعطيك هذه الفائدة، تخرج من مجموعة كتب خرج من مجموعة كتب وسنة إن شاء الله نتعامل معها. من أفضل في مثل الشاملة جوامع الكلم، لكن ترى يا إخوان كل ما كان طريقة البحث فيها تعقيد صارت أحيانا يجعلون يعني خانات كثيرة للبحث فيكثر التعقيد، لكن الشاملة يعني هذه التعقيدات لا توجد فيها وسترون أشياء فيها ستكون إن شاء الله واضحة. فمن ينبري؟ جهازك على الجهاز؟ خلاص أنت تتعامل مع الشاملة كثيرا؟ زين كيف؟ متى نتوقف؟ أنتم الظاهر جاوزتم مرحلة أو ما زلتم في مرحلة الحساب، ها؟ جاوزتم مرحلة الحساب ولا ما زلتم؟ ها؟ ما زال في الحساب؟ يعني جاوزتم مرحلة الاختبارات؟ كما تريدون، أنا أظن أن الغالبية أو أظن الجميع يعني لا يرتبطون باختبارات، هذا قصدي. فمن الذي يرتبط بالدراسة واختبارات؟ طيب ما رأيكم يا إخوان؟ إيه خلونا الأسبوع القادم ما دامنا شفنا الطريقة وتحمسنا لها لابد أن نطبقها الأسبوع القادم، ها؟ إيه لا قضية أنت تتعامل مع الشاملة يا شيخ؟ إيه إيش؟ أنت قلنا تعرف على أساسيات، المفترض يا إخوان أن الجميع يعرفون التعامل مع الشاملة، فعملنا لن يكون هنا كيفية التعامل، بس عملنا سيكون مباشرة في الدخول في البحث، سنبحث ونخرج وننظر كيفية التخريج، ثم بعد ذلك يعني تأتي نتائج عملية لقضية للبحث، وستكون إن شاء الله فائدة كبيرة جدا إن شاء الله، يعني أكثر فائدة من الطريقة التي نستعملها الآن. طيب الحديث الرابع. نعم جميل. لا بس إنه ما الداعي يا شيخ، هذاك مصور
السيد الذي تذكره مصور من المكتبة الوقفية، يعني أنت تصفح الكتاب كأنه الكتاب الحقيقي، لكن قد يأخذ منا وقتا. يعني أنا ما تعاملت معه، لكن هل تصل للمعلومة مباشرة تبحث؟ لا، أنت تصفح. يعني عندما تبحث في تهذيب الكمال 35 مجلد، لا بد أن تعرف الراوي في أي مجلد، ثم أنت تصفح. واضح؟ بخلاف الشامل لا، على طول تقع على الراوي. أيوة كل أحسنت جميل. الظاهر النسخ الأخيرة كانوا إيش موجودة، إيش جعلوا المصور مع إيش مع الرقمي. جميل جدا. ها فقط أنا رأيت يا شيخ في محمل على الأجهزة، لا لكن ليست بهذا الحجم. نسخة الروضة ليس فيها مصور. طيب نبدأ في الإسناد يا إخوان. قال الإمام ابن ماجه حدثنا إسماعيل بن حبان بن واقد الثقفي أبو إسحاق الواسطي. طبعا أمره سهل، يعني البحث فيه اسمع قصدي أمره سهل في الوصول للراوي، إسماعيل ابن حبان ابن واقد الثقفي، تبحث في تهذيب التهذيب. سؤال ولا وجد؟ ما شاء الله. طيب عطنا شيء. غير الماكش، غير بس. ها لم يذكر فيه جرح ولا تعديل. الآن يا إخوان مهمة الباحث أن يبحث، بالكاد يريد أن يجد شيئا. تبحث في كتب الرجال، تبحث في كتب، لو تجد أي شيء يعني يبين حال الراوي، وإلا هذا الراوي بهذه الحال في جهالة مجهول. ابن حجر سميه مقبول، خلنا على هذا، احنا الآن على اللي عندنا، ولا سيأتي كلام آخر. هل يوجد شيء عندكم في التهذيب؟ طبعا نسخة التقريب قد يزيد زيادات هنا. كيف؟ بس من الذين روعك؟ من؟ يبقى ترفع عنه جعالة العين إلى جهالة الحال. يعني ترى لا فرق كبير بين جهالة العين وجهالة الحال، ما في فرق، كما ذكر ابن رجب في شرح العلل ليس هنالك فرق مؤثر. واضح؟ يعني راوي روى عنه اثنان، وراوي روى عنه واحد، هذا لم يذكر بجرح ولا تعديل، ما الفرق المؤثر؟ أنك تجعل مجهول العين هذا لا يقبل ولا ينظر فيه ولا يقبل في الشواهد، وهذا تجعله محل توقف. يعني لو تأملته قليلا ليس هنالك فرق.
راوي روى عنه شخص واحد، يعني شخص يعني من الرواة ثقات مثلا، وهذا روى عنه شخصا، ليس هنالك فرق مؤثر، ليس هنالك فرق مؤثر. ولذلك لا تجد هذا التفريق عند من تقدم بين جهالة العين جهالة. أنا أقصد التفريق المؤثر في الحكم، التفريق المؤثر في الحكم. ها؟ وش قال في التقريب؟ لا إله إلا الله. من أين جاءت صدوق هذا؟ ها؟ إذن كل المجاهيل صدوق. إيه أنت ما تنفع إذن هنا يا شيخ. كل الحديث التي يرويها المجاهيل صدوق، أنت تحكم عليه على حفظه، حكم على الحفظ. الرجل ترى ضابط، كيف تحكم عليه بأنه ضابط وهو إيش وأنت لا تعرفه عدالته؟ ثم أنت لا تطبق هذه القاعدة. لو أتاك خاطب، لو جاء خاطب يخطب من شخص، هل يقول لن أسأل عنه والأصل في المسلمين السلام؟ لا، يكون ظاهره إيش؟ التزام. لا يكفي هذا، بل يقول لك الشخص هذا الذي جاء الخاطب يقول أنا ظاهر الالتزام وأنا إمام مسجد، بس لا تسأل عني، إما تقبلني كذا أو تسأل عني، أنا لا أريد أن يخرج الأمر. ماذا تقول؟ قل لا. فالواحد يحتاط لموليته ولا يحتاط لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالباب واحد. أنا قصدي هذا مثال دائما أضربه للإخوان في تصور المجهول والجهالة، وأقول لهم دائما يعني حتى تتصور مسألة المجهول وكثر فيها الكلام، اجعل المجهول مثل الخاطب المجهول. فالخاطب المجهول الأصل فيه التوقف، عندما ترده هل ترده لأنه لا يصلح، ولا ترده لأنه إيش؟ لأنك ما تعرفه. واضح؟ تقول لا، أنا لا أقبل لأني لا أعرفك. ولذلك عندما نرد المجهول لا نقول أن المجهول مجروح. خطأ تقول الجهالة جرح، الجهالة عدم معرفة حال. واضح؟ ولو جعلنا الجهالة جرح، كل من لم نعرفه فهو مجهول، فهو مجروح. وهذا الخاطب الذي يأتي ولا يعرف مجروح. الجهالة عدم معرفة حال. إذن حديث المجهول ضعيف، وسبب ضعفه ليس لأن المجهول مجروح، بل لعدم معرفة حال هذا المجهول. وفرق بين الأمرين كبير، ليس المقام مقام التفصيل فيه. طيب، ما ذكر زيادات صاحب هنا اللي عجيب والله، مع أن ابن حجر إخوان يتشدد في التقريب، متشدد في التقريب. تجد أحيانا الأئمة يقولون عن صدوق ويقول ابن حبان يهم، فيأتي ابن حجر ويقول صدوق يهم، يجيب عبارة ابن حبان. ها؟ إيه؟ يعني عندما تقارن بين الذهبي وابن حجر، الذهبي أحكامه تقريبا معتدلة في الكاشف، وابن حجر أحكامه تميل إلى التشدد. طيب، لا ده إلا إيش؟ تقليد الحافظ ابن حجر، أبي نخليه صدوق. عبد الله بن عاصم، أحسنت، لكن لن تصل في مثل هذا، لن تصل. مما يدل عليه أنه مقل من الحديث، روى له ابن ماجه حديثا واحدا. أو هذا عبد الله بن عاصم اللي روى له. طيب، عبد الله بن عاصم عندكم هنا، ترى
النسخة اللي هنا غير النسخة اللي معكم. نعم. حاله تقول عن ولماذا صدق صدوق، وقد قال عنه أبو حاتم الرازي صدوق وهو متشدد، ولو كان في الترجمة فقط قول أبو حاتم قول أبي حاتم لقلنا عنه قد نقول عن ثقة، لأنه لكن وجد معه قول أبي زرعة، وأبو زرعة معتدل، فهذا تقول أقل أحواله أنه صدوق، أقل أحواله أنه صدوق. وذكره بسوء لا 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 تساوي شيئا مع يعني مع كلام أبي زرعة وكلام أبي حاتم. محمد بن داب في حرف الميم، شوفوا الترجمة أمامكم إخوان، الآن اللي أمامكم إخوان طريقة صياغة المعلومات في الترجمة. محمد بن داب، نعم. ايش قال عن الذهبي ابن حجر؟ قال كذبه ابو زرعة. ايش قال صاحب الكاشف؟ صاحب الكاشف طيب وش تقولون انتم؟ كذاب؟ ها؟ انظروا إلى دقة الحفاظ، يعني لماذا قال ابن حجر كذبه وزرعة؟ قال الذهبي كذبه وزرعة. طيب إذا كذبه ليه ما يصير كذاب؟ ها؟ يعني لم يتفق على أنه كذاب. طبعا هو لا شك انه ضعيف، لكن ننظر هل هو كذاب ولا غير كذاب، ولا هو ضعيف ضعيف، هذا واحد. اثنين، هل التكذيب هذا، وانتبهوا يا اخوان مساله مهمه، هل التكذيب في كونه يضع الحديث او التكذيب في كونه يتزيد؟ بعض الناس ما يضع الحديث، بعض الرواة، لكن يكذب في لقيا المشايخ، يقول انا لقيت فلان وفلان، انا سمعت من احمد بن حنبل، هذا كذاب، لكنه هذا يسمونه عند أهل الحديث يسمى
سارق يسرق الحديث، والكذب في السماع أخف من الكذب في إيش؟ في نسبة شيء للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقله. يعني لو أن أبا زرعة رازي وقف على أنه يضع الحديث كان وضاع، لكن احتمال أن الرجل يكذب في السماع بمعنى إيش؟ يقول أنا سمعت أحمد حنبل سمعت كذا يتزيد، هذا كذب، لكن ليس كذبا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفرق بين الأمرين، فالذي يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا كذاب وضاع وحديثه موضوع، والذي يكذب في حديث الناس أو يكذب في السماع أو في لقيا المشايخ هذا ضعيف جدا، أو يقال عنه متهم بالكذب. هذه نقطة دقيقة، ولذلك لم يجزم ابن حجر ولم يجزم ماذا الذهبي، قالوا كذبه أبو زرعة كأنهم يعني لا يدرون ما هذا التكذيب أو شيء. ولذلك انظر إلى عبارة أبي زرعة، ضعيف الحديث كان يكذب، كأنها تشهد بماذا؟ كأنها تشعر بأن الرجل يكذب لكن في غير الحديث. هل يقال في حديثه؟ هل يقال في رجل موضع ضعيف؟ لا، على طول موضع المقصود أن هذا المترددون فيه، هل هو يكذب في الحديث أو يكذب مثلا في كلام الناس، وهو على كلا الحالتين ضعيف جدا. لكن إذا كان وضاعا فالحديث موضوع، وإذا كان ضعيف جدا فالحديث ضعيف جدا، هذا هو الفرق. صفوان بن سليم، بس التدريب أحسن، لكن نحن في مقام تدريب وتعليم. لقد تجد علل أخرى يا شيخ تزيد الحديث ضعف الموضوع. صفوان بن سليم، نعم شهد. وجدتموه يا اخوان؟ اصبر، وجدتموه في حرف الصاد، لا بد من حفظ الف باء تاء جيم حاء خاء دال ذال، ها؟ وانت ابحث اقراها الف باء تاء ذال. صفوان بن سليم، قرات انت شيخ؟ قرأت؟ لا قرأت قبل قليل. يلا عطنا شيء، عطنا، يلا عطنا. طبعا هذه العبارات كلها في عبادة وكذا، نحن يعنينا يا إخوان الأكثر الكلمات في الجرح والتعديل، الكلمات في الجرح والتعديل.
بقي شيء من جرح التعديل؟ ترى الآن قلت هذه عبارة من؟ ابن حجر، بدأ زيادات على المزي، تعرفون هذا يا أخوان؟ يعني الآن ابن حجر اللي قبل ينقل كلام المزي ويختصره، ثم تأتي قلت في أثناء الترجمة، قلت هذه عبارة من؟ ابن حجر، الذي بعدها زيادات ابن حجر على المزي في تهذيب الكمال، يعني كان يقول المزي فاته كذا وكذا سأذكره الآن، وإلا الذي قبل كله كلام المزي لكن ابن حجر اختصره، حدث بعض الأشياء. فهل وجد بعد قلت كلام في الجرح والتعديل؟ إذن حال هذا الراوي كما قال الذهبي أمامكم الآن، الذهبي يقول ثقة حجة، وابن حجر يقول ثقة مفتن عابد، فهو ثقة يعني حجة. عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عبد الرحمن بن أبي سعيد حرف العين، عبد الرحمن بن أبي سعيد كما ترون يا أخوان، يعني الآن قبل قليل ترجمة صفوان بن سليم طويلة، لكن اختصرناها كما ترون الآن. صفوان بن سليم أخذنا العبارات في الجرح والتعديل، يعني العبارات في الصلاح في الزهد في العبادة ما تذكرها في الترجمة، تقتصر على العبارات في الجرح والتعديل فقط، وعلى إذا كان الأكثر على توثيقها أيضا لا تنقل جميع العبارات، تنقل عبارتين ثلاث، إذا كان الرجل ثقة حجة يعني ينقل عبارتين ثلاث، واحرص أنك تنقل عبارات النقاد الكبار، لكن ليس من المستحسن أنك تنقل كان زاهدا كان كذا كان كذا، هذه ليس لها علاقة في قضية الحكم الحديث. هكذا تصاغ الترجمة. نعم. هو يذكر صلاح لكن لا يعد تعديلا. لا يعد، قصدي هو عدل لكن التعديل له معنيان. ها احسنت، لا عندما يقولون تعديل يقصدون احيانا العداله وحدها، واحيانا يقولون تعديل فيقصدون انه عدل ضابط، واضح؟ انتبهوا لهذه النقطه. فاذا قلت انا لا يعد تعديلا اي لا يعد توثيقا، والا هو هذا يعد انه عدل يعني في سلوكه، السلوك، لكن السلوك شيء والحفظ والضبط شيء آخر. وجدتموه؟ نعم. احرص انك تنقل العبارات في الجرح والتعديل فقط يا شيخ. قلت الآن هذه عبارة من؟ يعني انتهى الآن كلام المزي في تهذيب الكمال، فانظروا لابن حجر سيزيد زيادات على المزي في التوثيق، لها أثر في الحكم الراوي. قلت ما
ما هي الزيادات التي زادها ابن حجر؟ نعم. هذه لها أثر كبير في الحكم على الراوي. نعم. طيب إيش حاله؟ ثقة ولا صدق؟ قال ابن سعد كان كثير الحديث وليس هو بثبت ويستضعفون روايته ولا يحتجون به. طبقوا الآن قواعد الجر. ولا تنظر في كتاب غيرك. ها؟ هذا اللي أمامكم كتاب غيرك الآن. ليه؟ أنت إذا جعلت النسائي وابن سعد في مقام أيهما أولى أن يقبل قوله؟ لا شك أن النسائي مقدم على ابن سعد وإن كان متأخر عليه، لكنه أعلم وأقعد بهذا الفن وأمتن من ابن سعد، وأيضا هو متشدد، واضح؟ فيقدم قول النسائي على قول ابن سعد، قول النسائي على قول ابن سعد، فيحمل قول ابن سعد على أنه ليس بثقة ثابت مثلا أو شيء من ذلك، لكنه لا يقدم. أنت تقول ثقة مثلا وتقدم قول النسائي، بل قد تقول صدوق حتى تجمع بين قول النسائي وقول ابن سعد، لكن الذي قوى أمرك وشجعك على الجرأة أن تقول أنه ثقة وشو؟ ها لا، أنت عندك قول النسائي. لا 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 لا، أن انظر في كتاب غيرك لا بأس. أيه قول ابن حجر والذهبي، يعني لو لم يتكلم عليه ابن حجر والذهبي مثلا ما تجرؤ أنك تقول ثقة، تقول أقل أحوال أنه صدوق حتى أتوازن بين قول ابن سعد وقول النسائي. لكن لما رأيت ابن حجر قبله الذهبي قال عنه ثقة، كأن ابن حجر والذهبي لم يعتبرا بقول ابن سعد، ورأى يعني وكان رأيهما أن قول النسائي مقدم في هذا، فتقول ثقة، تقول ثقة. حكم الحديث ماذا نقول عنه؟ بس ضعيف. لا يا أخوان، ترى الحكم لا بد أن يكون دقيقا، لا تقول ضعيف. ضعيف أنت تلبس، ضعيف يعني يقبل في الشواهد، عط الحكم الدقيق. إيه خطأ أن يأتيك مثل هذا الإسناد وتقول ضعيف بس خلق. لا، إذا قلت ضعيف أنت الآن تقول ترى ممكن يدخل في الشواهد. محمد بن دار ضعيف جداً، أقل أحوال أنه يعني ضعيف جدا، ولك أن تستعمل ما شئت من العبارات، تقول ضعيف جدا، تقول واهي، تقول ساقط، كلها عبارات متقاربة، إسناده تالف والحديث صحيح. قال أبو زرعة سئل عن هذا الحديث في العلل فقال محمد هذا ضعيف الحديث كان يكذب، وقال ابن القيم في تهذيب السنن هو كذاب، جزم ابن القيم. فهذا الحديث هذا الإسناد، انتبهوا يا إخوان، هذا الإسناد نستثنيه، لكن الحديث جاء من طرق أخرى قوية. ما هو الحديث الذي نبحث فيه الآن؟ وش الحديث؟ ها؟ هذا كثير ما يقع فيه الباحثين يا إخوان في الأسانيد في السنة، تجده ينساق مع الرجال والبحث في الرجال ثم يحكم الحديث، ثم المتن الذي يحكم عليه لا يدري، نسيه أو غفل عنه، كل همه وكل منصب على إيش؟ على الحكم الرجال، فيقول حديث ثم يذهب
وش من هو ما هو الحديث هذا الذي حكمت عليه بأنه ضعيف جدا؟ وش الحديث؟ ها؟ لكنه ضعيف جدا. فانتبه يا إخوان، يعني شغلك بالأسانيد وبالرجال قد يجعلك تغفل عن إيش؟ عن المتون وعن النظر في المتون وعن معرفة. لا، ثبت هذا المتن وثبت هذا الطريق وأنه متكلم فيه. وهذا هذا هو معنى قول شعبة: يا أهل الحديث، إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ها؟ شخص معنى كلام شعبة واضح: إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ شخص شعبة أن الشخص قد يشغل بالحديث والأسانيد، تلقاه تقام الصلاة يصلونه. طيب أنت لماذا تبحث؟ ألا تبحث لتحسن صلاتك؟ ألا تبحث لتتعبد؟ فأنت اشتغلت بالوسيلة عن الغاية، اشتغلت بالوسيلة عن الغاية، فلا تنقلب المسألة. الحديث الذي معنا هو حديث من كتم علما، لكن هذا الحديث جاء من طرق متعددة قوية، وإن كان بعض الحفاظ يرى أنه جميع طرقه يعني لا تتقوى، يعني المسألة محل خلاف. الإسناد بن ماجه ضعيف جدا تالف، لكن وجد له أسانيد عند أبي داود وعند غيره قوية. معنى قوية يعني أنها ضعيفة، أو يعني ليست قوية بالنسبة لهذا، بالنسبة لهذا. كيف؟ وش هي؟ لا لا، هذا عاد يأتي في قضية الشواهد والمتابعات، هذا له مقام آخر. نعم، أنت قصدك الجرح مقدم على التعديل، ليست على إطلاقها، وذكرنا لكم أن الجرح مقدم على هذا. بعض أهل الاصطلاح أطلق هذه القاعدة، والصحيح كما ذكر ابن حجر أنها ليست مطلقة، مقيدة. الجرح مقدم على التعديل إذا صدر من عارف بأسبابه، إذا صدر مفسرا، هذا واحد، من عارف بأسبابه. إذا تعارض جرح وتعديل فنقدم الجرح، إذا صدر من عارف بأسباب الجرح وكان الجرح مفسرا. قارن بين النسائي وابن سعد، أيهما العارف بأسباب الجرح والتعديل؟ النسائي. ثم هل فسر ابن سعد عبارته؟ لم يفسر، يعني هل قال ابن سعد أخطأ في 7 أحاديث؟ أخطأ في 10 كانوا يستضعفونه، ما زال الجرح مجملا. فدائما انظر للجارح من هو، أحمد، علي بن مديني، هؤلاء، هذا الذي له اعتبار. فهؤلاء لا يطلبون تفسير الجرح، أحمد وهؤلاء الأئمة الكبار لا يطلب منهم تفسير الجرح. لعلنا نتوقف عند هذا الحديث، فقد طال يعني الكلام هنا والمجلس. إن شاء الله يا إخوان إن تيسر، أرجو أن يكون حتى يكون للجميع معلوما، سيكون معنا الأسبوع القادم هذا الحديث: فقيه أشد على الشيطان من 1000 عابد. فقيه أشد على الشيطان من 1000 عابد، هذا روي مرفوعا لكنه لا يثبت مرفوعا، لكنه جاء عن بعض السلف. طبعا سنخرجه من الشاملة، وسنترجم لرواة الإسناد من الشاملة، وسأيضا سنستخرج الحكم من الشاملة هذا الحكم، وهو موجود هنا تصورونه، يعني هو تكملة للرقم 4 و5. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.